يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلهي أوليتني نعما أبوء بشكرها وكفيتني كل الأمور بأسرها، فلا أشكرنك ما حييت وإن أمت فلتشكرنك أعظمي في قبرها. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى عليك الله يا علم الهدى، ما اهتز تيار وما لاحت في الآفاق أنوار، صلوا عليه وزيدوا في صلاتكم، فنحن اليوم في شرعه الميمون أخيار. ثم أما بعد، معاشر المسلمين، إن الله سبحانه وتعالى ينعم على عباده بشتى أنواع النعم. نعم الله على العباد لا تعد ولا تحصى، والناس في هذا المقام، مقام النعمة، بين أمرين: بين شاكر وجحود، بين ظالم وبين من يعلم حق الله عز وجل على هذه النعم. وقد امتن سبحانه وتعالى على عباده بذلك فقال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ينعم عليه الحق سبحانه وتعالى فيقابل هذه النعم بالظلم والكفر والجحود، وفي مقابل ذلك يقول الحق عز وجل أيضا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. موضعان في القرآن الكريم، الأول يصف الله سبحانه وتعالى عباده كيف يقابلون نعمه، والثاني يصف الحق سبحانه وتعالى نفسه كيف يقابل هؤلاء مع ظلمهم وكفرهم، إلا أنه عز وجل يدعوهم إلى ما يستوجب المغفرة والرحمة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. وكان الأولى في السياق القرآني أن تقابل النعم بصفة من صفات الله تدل على التفضل،
تدل على التكرم، وهذه صفاته عز وجل، لكن قبل النعمة بالمغفرة والرحمة، لأنه عز وجل نظر إلى عباده وعلم أنهم لن يوفوا الله حقه، وأنهم لن يشكروا الله حق شكره، ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لكن هل يشكر العباد رب العباد المنعم المتفضل؟ قال سبحانه: وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور. ولهذا قد يبتلي الله سبحانه وتعالى عباده على عدم استقامتهم وعلى عدم شكره عز وجل، قد يبتليهم بأنواع من البلاء لعلهم يرجعون، لعلهم يتضرعون، لعلهم يتفكرون، لعلهم يعقلون. فمن ذلك قد يحجب المطر من السماء بسبب بعدنا عن الطريق المستقيم، بسبب بعدنا عن شرع رب العالمين. يقول عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة، الطريقة الصراط المستقيم، وأن لو استقاموا على الطريقة، ما النتيجة؟ لأسقيناهم ماء غدقا، ماء غزيرا، ماء كثيرا متبعا. فلماذا يمسك الله عز وجل عنا المطر من السماء؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، والأرض تمطر الأمطار تتتابع بركات، والبركات جمع بركة، وهي الأمر الثابت، ما يثبت على الشيء. فأمطار متتابعة وخيرات من الأرض، زروع وثمار وأشجار ونعم. ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فقطعت عليهم بركات السماء وبركات الأرض، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، عيش هني، فماذا قابلت هذه النعم؟ كفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. الجوع بعد أن كان يأتيها الرزق من كل مكان، الخوف بعد أن كانت آمنة مطمئنة، والجزاء من جنس العمل. روى الأئمة ابن ماجه والبزار والطبراني والحاكم وغيرهم عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما،
قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا معشر المهاجرين فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن بلاء، وأعوذ بالله أن تدركوهن. يتعوذ نبينا صلى الله عليه وسلم أن يدرك أصحابه هذه الخمس، فهل هي بيننا؟ قال: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا قبلهم. لم يظهر الزنا واللواط في قوم والشذوذ ويعلنوا بها، لا يتسترون، لا يستحون لا من الله ولا من الناس إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع والأمراض والأسقام التي لم يكن يعرفها من مضى ممنهم. عرف الناس في عصرنا أمراضاً كالزهري والسيلان ونقص المناعة وغيرها، أمراض كثيرة بسبب ارتكاب هذه الفواحش. والآن تنتكس الفطرة إلى أبعد غاياتها في أولئك الذين لا أريد أن أسمي ما يفعلون. ولم ينقصوا الثانية، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، تطفيف الكيل والميزان، الغش والخداع في معاملاتنا، في بيعنا، في شرائنا. يبيع السيارة ويقسم أن ما بها عيب وبها من العيب بها. يبيع الخضار في أكياس مغلقة، يضع الفاسد مع الصالح وأنها سواء، ويرتكب جرما إلى جرمه. الخداع والكذب والحلف بالكذب والإطفاف في الكيل والميزان، كلها ذنوب تتراكم من أجل دريهمات، دنانير قليلة. ولم ينتبه إلى أن نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة. قال أبو ذر: خابوا وخسروا يا رسول الله، من هم؟ المدبر والمنان، والمحق سلعته بالحلف الكاذب. يكذب بالكذب، هذا لا يكلمه الله يوم القيامة، ينظر الله يوم يكون النظر إلى وجه الله. هو أكبر فوز يحققه الإنسان يوم القيامة، لا
الذين حسنى وزيادة، وهي رؤية الله عز وجل. ولهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجع من أجل دريهما تحلف كذبا لكي تبيع سلعتك. والثالثة، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. من أسباب منع المطر منع الزكاة، منع إعطاء الفقير حقه، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. إذا وجدت في بلد فقراء فاعلم أن الأغنياء لم يؤدوا زكاة أموالهم، قد يؤدي بعضهم أو الكثير، لكن هناك من لا يؤدي زكاة ماله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم. فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمدٍ وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. ثم أما بعد، معاشر المسلمين، إن منع الزكاة جعل فيها نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاث عقوبات، ولم يمنع في إنقاص المكيال والميزان، جعل فيها نبينا صلى الله عليه وسلم ثلاث عقوبات: إلا أخذوا بالسنين، وهو القحط والجذب وعدم نزول الأمطار وشدة المؤونة، وهو قلة الزاد وارتفاع الأسعار وشدة الحياة على الناس وجور السلطان، ظلم الحكام للعباد. هذه ثلاث عقوبات في من لم يفي بالكيل والميزان. وجعل عقوبة منع الزكاة أن يحرم الناس من القطر من الماء، لكن قد ينزله الله عز وجل. لماذا؟ لا لأجل الناس، ولولا البهائم لم يمطروا، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، ولولا البهائم
إذا منعنا زكاتنا سارت الرحمة تنزل من أجل البهائم لا من أجل البشر. إلى أي مستوى يصل العبد به نفسه أو يوصل نفسه إليه؟ لكن أي ذنب يرفع بتوبة وأي عقوبة ترفع بالرجوع إلى الله؟ قال نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي يرويه الإمام أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء إلا القدر، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، فالذنوب سبب في حرمان الرزق على العباد. وما أجمل ما قاله عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، فخير لنفسك عصيانها إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ونسأله عز وجل أن يرزقنا رزقا واسعا وفيرا غزيرا، إنه على ذلك قدير. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارزق أهله من الثمرات واجعلهم من الشاكرين. اللهم ارزق أهله من الثمرات واجعلهم من الشاكرين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين وهذا البلد بسوء، اللهم فأشغله في نفسه، واجعل دائرة السوء عليه، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم رحماك بعبادك المؤمنين، اللهم رحماك بعبادك المستضعفين، اللهم رحماك بعبادك المستضعفين يا رب العالمين. اللهم كن معنا ولا تكن علينا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله
وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.